يقول هل تقرأ سورة الكافرون والإخلاص في كل ركعتين خلف المقام فقط أم في ركعتي الطواف فقط؟ في ركعتي الطواف سواء صليتها عند المقام أو صليتها في أي مكان من الحرم تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد سورتي الإخلاص. السورة الأولى فيها توحيد الربوبية والسورة الثانية فيها توحيد السورة الأولى قل يا أيها الكافرون فيها توحيد الألوهية توحيد العبادة والسورة الثانية سورة قل هو الله أحد فيها توحيد الربوبية والأسماء والصفات.